ألغام الحوثي تواصل قتل اليمنيين والميليشيات تدفع بالمزيد من أبناء تهامة إلى المحرقة. فيما العالم يحتفي بيوم الطفل العالمي، أطفال اليمن يصارعون من أجل البقاء ويتخذون من القش فصولا دراسية. انتشار مخيف للحميات في الحديدة ومطالبات بتنفيذ حملة رش ضبابي وتوفير الأدوية للمشافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، وجمعتكم مباركة، وإلى أخبارنا لهذا اليوم. استشهد 3 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة الجاح مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن لغم زرعته ميليشيات الحوثي مؤخرا قرب أحد منافذ الأسلاك الشائكة في خط الجاح أودى بحياة 3 مدنيين. وأوضحت أن المسن محمد صالح العود وابنه وحفيده استشهدوا بانفجار لغم بدراجتهم النارية في خبت سعيود بمنطقة الجاح، والتي كانوا يستقلونها من قرية الفواهة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات إلى مخيم العليل شرق مديرة الخوخة. يواصل الحوثيون الدفع بمزيد من المغرر بهم من أبناء تهامة إلى محارق الموت في صحاري الجوف ومأرب، والأهالي يمتنعون عن إرسال أبنائهم مع الميليشيات التي تخفي جثثهم بهدف إرسال المزيد منهم إلى الموت. حالة من السخط والتأهب تشهدها القرى الريفية في مديرية حيس جنوبي الحديدة بعد أن خسرت أبناؤها الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في جبهاتها المنهارة دون إحضار الجثث أو الإفصاح عن مصيرهم لأهاليهم، وتعاود جلب مزيد من المغرر بهم إلى محارق الموت في صحاري مارب والجوف التي باتت تمثل مقبرة لجحافل الحوثي. مقاتلي الميليشيات الذين جندتهم من أرياف مدينة حيس قتلوا وجرحوا في جبهتي مارب والجوف خلال الأسبوعين الماضيين، ولم تفصح الميليشيات عنهم حتى اللحظة، ولم تحضر جثثهم لأهاليهم، ما جعل الأهالي يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى معركة خاسرة يجرهم إليها الحوثي. وبات العشرات من أبناء السرد لا يعرفون شيئا عن مصير أبنائهم منذ أن زجت بهم الميليشيات إلى جبهات الموت، إلا عندما استهدفت الميليشيات أسر القتلى الجدد وقامت بتوزيع سلل غذائية لهم كبقية القتلى الذين تستهدفهم من السابق، لكن أهالي القتلى رفضوا استلام السلل الغذائية من الحوثيين إلا بإحضار جثث أبنائهم. وتواصل ميليشيات الحوثي تجنيد المئات من أبناء قرى وأرياف حيس وتزج بهم إلى معسكراتها التدريبية المستحدثة في الأودية الممتلئة بالأشجار والجبال المطلة على مدينة حيس، وتنقلهم بعدها إلى مأرب والجوف لتعويض خسائرها المتتالية. الأهالي بدورهم استنكروا الأفعال والمبررات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية بحق أبنائهم الذين جندوا قصرا وطالبوا الميليشيات بأن يحضروا بقية أبنائهم الذين زجوا بهم في مختلف الجبهات وجعلوهم وقودا لحربها العبثية، محملين القيادات التابعة للميليشيات المسؤولية الكاملة عن فقدان أبنائهم. وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا الناشط الحقوقي بدر المزجاجي، مرحبا بك معنا. لماذا تصر الميليشيات على إرسال المزيد من أبناء تهامة إلى المحرقة في حين تخفي جثث القتلى الذين تسقطون في الجوف ومأرب؟ نعم أختي الكريمة، ألو. نعم أسمعك. نعم أختي الكريمة، هناك تقوم به الميليشيات الحوثي الإجرامية من الزج بالطائنة في المحارق، خاصة في خاصة أبطال حيث أو مقاتلين حيث، ما زجت بهم في معارك الجوف ومعارك مارب، أطفال لا ذنب لهم في هذه المعركة وليس لهم فيها ناقة ولا جمل. ذهب هذه الأطفال ضحية لهذا الإجرام الحوثي. هؤلاء الأطفال بعضهم بعض أهليهم غير عارفين أين هم وأين مصيرهم، لا يعلم إلا عندما تأتي هذه الميليشيات إليهم ببعض الفتات أو بعض السلال الغذائية تخبرهم أن ابنهم أصبح شهيدا، وبعضهم تأتي به في مصندقا على أنه
قد يستشهد. الاباء بعض الاباء استنكر هذا الفعل ورفض ايضا استلام هذه السنة وهذه الفتاة الذي يلقون بها الى اولياء الامور او الاباء. نعم، برأيك إلى متى سيظل أبناء القبائل مخدوعون بأكاذيب الميليشيات وبالتالي يدفعون فلاذة أكبادهم إلى الموت؟ هؤلاء الميليشيات تغرر بهؤلاء الأطفال، بعض الأطفال أو المقاتلين تغرر بهم بواسطة الدورات التي تقوم بها دورات للتضليل على الأطفال، وأيضا تراكمت الميليشيات بقطع رواتب المعلمين. نعم. وتجهيل التعليم، ما ادري لان الاطفال هؤلاء لا يجدون مدارس، اصبحت المدارس مغلقه، تجهيل التعليم، لا يدري اين يذهب هذا الطفل، ويضطرهم الى المعارك للقتال، وبعضهم من طريق التضليل الاعلامي او التضليل في الدورات، فاصبحوا محرقه الميليشيات و نعم، كان معنا الناشط الحقوقي بدر المزجاجي، شكرا لك. في الجوف أتلفت الفرقة الهندسية التابعة للقوات الحكومية 957 نغما وعبوات ناسفة تم نزعها من مناطق عدة في الجهة الشرقية من الجوف، بينها معسكر الخنجر والبرقاء والمواقع القريبة من الطريق العام بين اليتمى ومأرب. وقد تسببت هذه الألغام بمقتل عدد من المواطنين المارين في صحراء الجوف، كان آخرها عائلة الشيخ سعيد المظفري. وفي الجبهات لقى أكثر من 60 عنصرا حوثيا مصرعهم وجرح آخرون بمواجهات اليوم الثالث على التوالي في جبهتي المخدرة ونجد العتق غرب مأرب، فيما استعادت القوات الحكومية أسلحة وذخائر. يتأزم الموقف العسكري لميليشيات الحوثي غرب مأرب بعد أن التهمت جبهتها المفتوحة عناصرها تباعا، في وقت تحشد المزيد من المغرر بهم إلى هذه الجبهات ليعودوا جثث هامدة في سيناريو يتكرر يوميا تصنع منه انتصارات كاذبة. جبهة صلب ونجد العتق وحلحلان ووادي الجفرة تسطر فيه القوات الحكومية والقبائل أروع البطولات، 60 قتيلا حصيلة لمعارك طاحنة تلقتها الميليشيات الحوثية في جبهة المخدرة ونجد العتق في معارك استمرت قرابة 3 أيام، حيث نفذت القوات الحكومية ورجال القبائل هجمات عدة تركزت في غرب جبهة صلب وقلب نجد العتق، واستعادوا مواقع جديدة من أيدي الميليشيات، كما اغتنموا أسلحة وذخائر مختلفة بعد أن فرت عناصر الميليشيات من مواقعها. هم كسر الحوثيين اليوم وكسرناهم وأخروا إن شاء الله ولا ندوس أرضنا، عاد احنا نشم الهواء وإن شاء الله النصر النصر لحد آخر شبر في اليمن. وحدث الاستطلاع كانت قد رصدت مجاميع حوثية أتت كتعزيزات بعد مضي ساعات من المعارك لتستهدفها ضربات المدفعية بدقة متناهية محققة إصابات دقيقة ودمرت عدد من الآليات الحوثية، في حين استهدفت بصواريخ الكاتيوشا مواقع وتحصينات للعدو في جبهة نجد العتق. التحركات الأخيرة للقوات الحكومية ورجال القبائل رفعت المعنويات وروح القتالية لدى الأبطال على أرض الميدان، ودفعت بعزيمتهم للمضي قدما لاستعادة مواقع هامة في معركة استعادة الجمهورية المسلوبة بأيدي الميليشيات الحوثية. نحن هنا صامدين كصمود الجبال الرواسي، ونحن بعد الميليشيات حتى لا أوكارهم إلى داخل مران، ونحن بعدهم حيثما كانوا على آخر قطرة في دمائنا سنضحي من أجل الوطن. 60 يوما من المعارك المتواصلة غرب مأرب والجوف بين الكر والفر، تحاول ميليشيات الحوثي خلالها وضع كل ثقالها عليها تحقق أي تقدم أو تحافظ على المواقع التي وصلت إليه، لكنها تصطدم بعزيمة الرجال وإصرارهم على استكمال تحرير بقية المناطق ووضع حد للعبث الحوثي واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات واستئناف عمل المؤسسات الدستورية. على وقع المعارك المتسارعة غرب محافظة مأرب والاستنزاف الواسع لعناصر الميليشيات، هل سيبقى التحول استعادة فرضة نهمة والتقدم صوب العاصمة صنعاء؟ عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة مأرب. تحدثت مواقع صحفية نقلا عن مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عن ترتيبات لجمع طرفي الصراع عقب إعلان تأجير المفاوضات حول الأسرى إلى أجل غير مسمى، وهو ما اعتبره مراقبون فشل جديد لعقد لقاء يجمع الطرف الحكومي بلجنة أسرى الميليشيات في الأردن.
شارات الفوز الذي حملها جريفيث على صدره قبل أسابيع بالإفراج عن 1081 أسيرا يظهر أنها سقطت هذه المرة في عمان الأردن بفشل مكتبه في ترتيب لقاء يليق بعودة كورونا في موجته الثانية. هذا ما يبدو كسبب ظاهري لتأجيل انطلاق جولة جديدة بشأن الأسرى والمعتقلين. وبالنظر في أسباب التأجيل، ثم من يرجح أن هناك إجحافا رفضه عدد من أعضاء لجنة شؤون الأسرى الخاصة بالجانب الحكومي بعد قبول مبدئي بتبادل 200 أسير حوثي ب100 من الشرعية، ويعزي البعض ذلك إلى عدم ترتيب الجانب الحكومي لأوراقه جيدا. مكتب المبعوث الأممي من جانبه نفى أن يكون هناك ترتيبات هذا الأسبوع لجمع طرفي الصراع في عمان الأردن، الأمر الذي يناقض رواية الحوثي الذي أعلنها الأسبوع الماضي بتلقيه دعوة من مكتب جريفيث. وتعقيبا على هذه التناقضات غير المفهومة، قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أن الترتيبات جارية لعقد جولة مفاوضات جديدة بين طرفي الصراع بشأن ملف الأسرى والمعتقلين دون تسمية الزمان أو المكان. وفيما يرى البعض هذه التصريحات أنها هروب أممي من الفشل، ما تزال آلاف الأسر في اليمن تنتظر عودة الغائبين والمغيبين، خصوصا في سجون الميليشيات التي خلطت الأوراق بين الاعتقال المدني والسياسي ومختطفي الرأي، وهو ما يبرر عدم جمع الجانب الحكومي للكشوفات بشكل دقيق. وفي المقابل يبدو الحوثي مرتبا لأوراقه جيدا، نتيجة لأن أسراه جميعهم مقاتلي حرب ومسجلين ضمن كشوفات قتالية في كل الجبهات المشتعلة، برغم وجود خلط بين من قتل منهم ومن ما يزال على قيد الحياة. وفي إطار استهدافها المتعمد للمزارعين، توصل الميليشيات الحوثية استهداف المواطنين في منطقة تورسا بالأزارق، وتتعمد تدمير كل ما له علاقة بالزراعة ضمن سياستها الإجرامية والترهيب الممنهج. هكذا أصبحت معدات المزارعين ومصادر عيشهم في منطقة تورسا في الأزارق بمحافظة الضالع بعد أن استهدفها الحوثيون بصواريخ حرارية وقذائف الهاون دون أدنى مراعاة للوضع الإنساني الذي يمر به المزارعون في هذه المنطقة النائية، والتي بات الكثير من أبنائها على المحك جراء الوضع المعيشي والاقتصادي الهش الذي خلفته 5 سنوات من الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثية. استهدفت هذه الميليشيات، استهدفت واية ماء ينقل الماء لأسر تحتاج وصول الماء إليه من منطقة الغيل إلى منطقة مجاورة لمنطقة الغيل، وبنفس الواقعة استهدفت حراثة تابعة لجمعية حورة الزراعية، وقتل وراح ضحيتهم في الحراثة شهيد وجرحى. هذه الميليشيات أهلكت الحرث والنسل، ميليشيات لا تؤمن إلا بالقتل، لا تؤمن إلا بالتعزير، لا تؤمن إلا ضد حياة الإنسان وما يؤهل لحياة الإنسان. صهريج الماء أيضا الذي يعد شريان حياة بالنسبة لسكان القرى، استهدفته الميليشيات بصاروخ حراري لتقطع بذلك عن السكان كل سبل العيش ضمن سياستها القمعية في تجويع وترهيب اليمنيين، تلك السياسة التي دأبت عليها فمن لم يمت في محارق الموت في الحرب التي افتعلتها قطعت عنه مصادر العيش ليموت جوعا. استهدفها الحوثي بصاروخ حراري في حبيل سنبل توصى، وهي تابعة للجمعية التعاونية الزراعية حورة غنية والمناطق المجاورة لها. ما حدث للمعدات الزراعية وصهريج المياه في تورسة نموذج لواقع الجرائم والانتهاكات الحوثية التي لا تتوقف في مديرية الأزارق وغيرها من المناطق التي طالها بطش الميليشيات التي تحاول إذلال المواطنين وتجويعهم بهدف الضغط عليهم وإلحاقهم إلى دوراتها الطائفية والدفع بهم لتعزيز جبهاتها المنهارة والحرب التي أكلت الأخضر واليابس. يحتفي العالم باليوم العالمي للطفولة، فيما أطفال اليمن يكابدون المعاناة والحرمان بسبب الحرب والنزوح والتهجير القسري، ويواجه ملايين اليمنيين الموت بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وحرمت ملايين الطلاب من الحياة الكريمة والعيش بسلام في أوساط أسرهم التي باتت مشردة بين نزوح داخلي وتهجير قسري حرم معها الأطفال من التعليم، ليواجه البعض الآخر الموت بالاستهداف اليومي الذي يسلبهم حياتهم ويجعل البعض يحملون إعاقة دائمة.
وأشار تقرير حديث لمنظمتي اليونيسف واليونسكو إلى خروج مليوني طفل من المدارس بسبب الصراع المتواصل والكوارث الطبيعية ومخاوف انتشار جائحة كورونا، فضلا عن آلاف الأطفال الذين قتلوا في الحرب التي أشعلتها الميليشيات قبل 6 سنوات. اضطر أطفال مديرية ميدي بمحافظة حجة إلى اتخاذ القش والخيام فصولا بدلا من المدارس التي دمرتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، في إصرار على مواصلة العملية التعليمية رغم تحديات وصعوبات، مع غياب شبه كامل للدور الحكومي والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم. اتخذ أطفال مديرية ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة من القش والخيام فصولا، وأبوا إلا أن يواصلوا تعليمهم الأولي بكل إصرار وتحدي، ينقشون حروف الهجاء من غبار الحرب التي أتت على مدارسهم وحولتها إلى ركام. فعلى أنقاذ مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الواقع على بعد 13 كيلومتر من مركز مدينة ميدي، ومن حولهم مدرستهم التي يقفون على أطلالها ويبكون فصولها المدمرة، لمواصلة تعليم في فصول بديلة مبنية من القش وأغصان الأشجار وسط ظروف مناخية صعبة. توصلنا إلى حلول ترقيعية، مجهودات ذاتية، بناء فصول من القشاش وبعض الخيام، كذلك عدم توفر الكادر التعليمي الكامل بسبب نزوح 90% من المعلمين الأساسيين داخل المديرية. لذلك لجأنا إلى استقطاب بعض المدرسين والمدرسات المتطوعات لإنجاح العملية التعليمية. بجهود ذاتية عمل الأهالي في عزلة بني فايد بمديرية ميدي على بناء 8 أكواخ من القش والخيام كفصول دراسية لتعليم أبنائهم بعد أن دمرت الحرب مدرستهم وأكثر من 15 مدرسة على مستوى المديرية. هناك عدة مشاكل أو عدة عوائق تعيق عملية التعليم في مديرية ميدي وفي المناطق المحررة بشكل عام. أولاً اللي هو دمار المبنى المدرسي أو عدم وجود المبنى المدرسي، لأن المدارس دمرت قد تكون دمار كلي أو دمار جزئي بسبب الحرب. ثانياً نزوح أكثر من 90% من الكادر التعليمي إلى خارج المناطق المحررة. وتواجه العملية التعليمية في مديرية ميدي تحديات وصعوبات كبيرة، منها عدم توفر الفصول الدراسية المناسبة وانعدام الوسائل التعليمية والمناهج الدراسية والنقص الحاد في الكادر التعليمي بسبب النزوح وانقضاع المرتبات والتحاق الطلاب بمراحل تعليمية لا تناسب أعمارهم. نناشد كل الجهات الداعمة في المجال التعليم بأن تنقذ العملية التعليمية هنا في المناطق في مديرية ميدي بالدعم وإنقاذ العملية التعليمية، لأن العملية التعليمية أصبحت في خطر في هذه المديرية. وبات التطوع هو سيد الموقف من أبناء وبنات مديرية ميدي، حرصا منهم على استمرارية التعليم رغم عدم وجود أي دعم تشجيعي لهم. إننا متطوعين في العام الثاني على التوالي بدون رواتب بدون محفزات، نناشد الجهات المختصة التي تهتم بالتعليم بتخص لنا رواتب تساعدنا على مواصلة التعليمية. وأجبرت الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي غالبية الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع على ترك مدارسهم والبقاء في المنازل خوفا على سلامتهم، فضلا عن نزوحهم المتواصل مع تزايد ظاهرة التسرب من المدارس وعمالة الأطفال وانتشار الأمية في صفوفهم. وبدا واضحا من خلال هذا الوضع المتردي غياب الحكومة شبه التام عن القيام بواجباتها لإنقاذ العملية التعليمة في المناطق المحررة، فضلا عن غياب المنظمات الدولية المعنية بالتعليم. وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام الحقوقية. مرحبا بك معنا. يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، أين موقع أطفال اليمن من هذه المناسبة العالمية؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر الوضع الأطفال في اليمن في هذا اليوم العالمي وضعا مأساويا، حيث يعيش اليمن أطفال اليمن مجموعة من الأزمات، بل واقع سوداويا إذا جاز التعبير. نحن اليوم في منظمة سام أصدرنا بيانا إحصائيا تحدث عن أرقام مرعبة لمعاناة أبناء اليمن. رصدنا ما أكثر من 5700 طفل قتل في خلال الحرب، أكثر من 8500 جريح، آلاف الأطفال المجندين الذين تحولوا إلى وقود للمعركة،
عدم حصول أبناء اليمن على حقهم التعليمي بسبب إما قصف هذه المدارس. هنالك أكثر من 2500 مدرسة إما دمرت بصورة كلية أو جزئية سواء بقذائف جماعة الحوثي العشوائية أو الطيران. هنالك أطفال وقعوا ضحية الألغام، لا يحصل الأطفال على الرعاية الصحية. هنالك أكثر من 12 مليون طفل يمني لا يحصلون على الغذاء الكافي. هنالك 2 مليون يمني طفل يتسربون من المدارس. هنالك سوق عمل غير آمن. هنالك استغلال بشع من قبل جماعة الحوثي للمؤسسات التعليمية لجذب الطلاب وتحويلهم إلى جبهات القتال ليكونوا وقودا لها. أضف إلى ذلك الأطفال الذين فقدوا أبنائهم إما آبائهم إما بالاعتقال أو بسبب الحرب أيضا يعيشون وضعا نفسيا، إضافة إلى أوضاع النازحين أو الأطفال النازحين. بمعنى مختصر، الوضع اليمني ووضع الأطفال في اليمن وضعا مأساويا لا يمكن مقارنته ببقية أطفال العالم باستثناء ربما الأطفال في سوريا أو في مناطق النزاع. نعم، كان معنا عبر الهاتف المحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام الحقوقية، شكرا لك. حذرت منظمة اليمنية من كارثة بيئية وشيكة يشهدها البحر الأحمر بسبب تعنت ميليشيات الحوثي ورفض وصول الفرق الفنية لصيانة خزان صافر. وطرحت منظمة تقييم القدرات 4 سيناريوهات لكارثة بيئية وشيكة لن تقتصر أثرها التدميرية على اليمن نتيجة رفض الحوثيون طلبات الأمم المتحدة لتفتيش السفينة التي تحمل أكثر من 1 مليون برميل نفط. ورجحت المنظمة أن يكون هناك تسرب نفطي هائل أو انفجار للخزان في أي لحظة، وتوقعت أن يصل عدد السكان المتضررين إلى 700,000 شخص عن طريق الانفجار وعمليات التنظيف اللاحقة من خلال الأضرار التي قد تلحق بمصايد الأسماك والموارد البحرية وإغلاق المصانع والموانئ. وفيما يتعلق بالأثار الاقتصادية، أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن انفجار الخزان سيدمر مينائي الحديدة والصليف، ومن المحتمل أن تغلق الموانئ لمدة 2 سنين والحد من واردات الوقود والغذاء لمعظم المحافظات اليمنية، ومن المتوقع أن يتم حظر 50% من مصايد الأسماك نتيجة التسرب النفطي. تشهد محافظة الحديدة تزايدا ملحوظا في أعداد الإصابات بالحميات شكلت ضغطا على المراكز الصحية التي تعاني نقصا في الأدوية والأسرة وعدم وجود مستشفى عام قادر على تقديم الخدمة الصحية لعشرات الآلاف من النازحين الذين تحتضنهم مخيمات الخوخة. عودت الحميات انتشارها في الحديدة بعد أن شهدت انخفاضا خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار الناقلات المسببة للأمراض ووجود البيئة المناسبة لتكاثرها. عشرات من الحالات المصابة تصل إلى المراكز الصحية كل يوم، ما يشكل ضغطا عليها وعجزا في تقديم الخدمات الصحية لمرتاديها وتقديم العون الطبي في ظل نقص الأدوية والأسرة. نواجه تزايدا متعاظما لحمى الملاريا، وذلك لانتشار النواقل المسببة من البعوض والتي تنتشر في مثل هذه الأيام من كل سنة. جميع تلك المناطق تعاني الآن من انتشار وتزايد كبير في حالات الملاريا. الاحتياج إلى التدخل الوقائي بحملات الرش الضبابي وحملات الرش المختلفة على مستوى المديريات سواء في الخوخة أو بقية المديريات. أطفال ونساء يكتظ بهم هذا المرفق الصحي في ظل تزايد أعداد النازحين الذين هجرتهم الميليشيات الحوثية من ديارهم ليستقروا في عدد من مخيمات الخوخة، ما ضعف من أعباء المرافق الصحية ووضعها في موقف يصعب معه استقبال حالات تفوق قدرتها الاستيعابية في ظل عدم وجود مستشفى عام. في نقص كثير جدا في العلاجات، ونود منهم ونبلغ لمن يهمه الأمر بالقيام بأداء الواجبات الكاملة اللي يعانون من المرضى، وأنتم تعلمون أن هذه الأيام تنتشر أمراض فتاكة وقاتلة بين الأطفال وخصوصا الأطفال الصغار الذين يعانون من شلل الغطفان والحمى وحمى الظنى. فرق الصحة باشرت حملة نزولها من منزل إلى منزل للتوعية ونشر الوعي الصحي في قرية أبو زهر وبعض القرى التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بالحميات. انتشرت الفرق الصحية في قرية أبو زهر تعمل من منزل إلى منزل من أجل تخفيف المعاناة
عن أخوانهم وأبائهم وأبنائهم من أبناء القرية، والتي تهدد الحميات والإسهالات مضاجعهم وحياتهم ليل نهار. لدينا ما يقرب من 27 مرفقا كلها تحتاج إلى رفد بالمحاليل المخبرية، رفض بالأدوية والمحاليل الوريدية، وذلك لمواجهة هذه الحمى. مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة وجه عبر قناة اليمن اليوم مناشدة للمنظمات بالتدخل العاجل بعمليات الرش الضبابي ودعم المراكز الصحية بالأدوية. من محافظة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم. النشرة مستمرة ومعنا بعد الفاصل. رصيف السياح في تواهي عدن بين الإهمال والآمال باستئناف النشاط السياحي في ثغر اليمن الباسم. كنت موطن نفسي منذ فجر ثورة 26 سبتمبر في عام 62 قبل 54 سنة. إننا استشهد الرجل مجرد أن قلت له يسلم نفسه يقول أنا علي عبد الله صالح ولن أسلم نفسي وسأقاتل حتى آخر قطرة من دمي، إما حياة بكرامة وإما موت بشرف. أتمنى أني أستشهد في سبيل الوطن من أجل كرامة اليمنيين واليمنيات، من أجل الأطفال والنساء. عندي استعداد ولا أشعر بقلق، ولن يقبل بعيشة الذل في بي في في في, في حد صراحة. قال نحن من نواجه الآن؟ قلت تواجه قوات عسكرية وتواجه الحوثيين. قال ومن أكبر منهم؟ قلت أكبر منهم الموت. قال أنا مستعد أن أقاتل الموت نفسه من أجل كرامتي. ويكون لي الشرف أني أكون شهيد من أجل الوطن، يكون لي الشرف العظيم أن أستشهد في سبيل هذه الأمة. تتفاقم الأوضاع المعيشية في شبوة، وبات ارتفاع أسعار الإيجارات يمثل مشكلة كبيرة، في حين بات البعض يشترط الإيجار بالعملة الصعبة في ظل عدم صرف المرتبات التي لم تعد تفي بتوفير أبسط متطلبات الحياة. تتفاقم معاناة اليمنيين ويضيق بهم الحال كلما تكالبت عليهم هموم الحياة من كل جانب. هذه مدينة عتق في محافظة شبوة، باتت الإيجارات السكنية والتجارية فيها بأسعار لا تطاق وبدون حسيب أو رقيب. أصبح الإيجارة نار، والناس ما عاد في معاهم خرج، ساعة الناس صعبة جدا. لا عاد يستروا يدخلوا لا إيجاراتهم ولا مصاريفهم ولا يستروا يدخلوا حق الإيجار. أصبح الإيجار بالعملة الأجنبية، وأصبحت الناس ماشي معاه خرج. هذا الارتفاع يضيف أعباء جديدة على المستأجرين من فئة الموظفين والنازحين ومحدودي الدخل الذين ساقتهم الأقدار وأجبرتهم الظروف للإقامة والعيش في هذه المدينة. الإيجارات أصبحت المشكلة وللأسف الشديد أنها أصبحت بالعملة الصعبة، والناس أصبحت تعاني وتهم الإيجارات أكثر من قوتها اليومي. فنحن نطالب السلطة وضع حد لهذه الظاهرة، لأنه ما يقدر يضبط الأمور هذه إلا السلطة. أصحاب العقار يحتجون بالغلاء العملة وغلاء المواد، لكن هذا غير مبرر. النازح يعاني، واللي جو من الخارج من السعودية أصبحوا نازحين، أصبحوا يعانون من الإيجارات وما في عمل، والموظفين أصبح هاجس الموظف راتبه لا يكفي إيجار. أمام هذا الارتفاع الخيالي لأسعار الإيجارات، يجد الموظفون أنفسهم مجبرين على إنفاق المرتب الشهري لصالح إيجار المأوى. وبالرغم من الارتفاع في أسعار إيجارات المنازل والشقق السكنية في عتق، إلا أن المدينة تشهد إقبالا عليها في ظل استمرار تدفق النازحين القادمين من مناطق سيطرة الحوثي، وهو ما فتح شهية الطمع والجشع عند ملاك العقارات. نبعث رسالة إلى جميع ملاك العمائر في محافظة شبوة أن يتقوا الله وأن يراعوا الله في المستأجرين. الآن نحن مقبلين على سنة جديدة، وأغلب أصحاب العمائر يقومون برفع الإيجارات بشكل خيالي على المستأجرين. الاستغلال والمغالاة في الإيجارات دون مراعاة ظروف المواطنين المعيشية والاقتصادية تحولت إلى ظاهرة تستدعي تدخل السلطة المحلية في شبوة لإيجاد معالجات عاجلة ومنصفة من خلال وضع ضوابط ولوائح
تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة. رصيف الأمير ويلز سابقا أو رصيف السياح بمديرية التواهي تم بناؤه عام 1919، وكان له دور في استقبال الأفواج السياحية والبضائع التجارية، وشهد اهتماما من قبل الحكومات المتعاقبة بعد تحقيق الوحدة، إلا أنه بات يعاني الإهمال الذي أضر كثيرا بهذا المورد الاقتصادي والسياحي. أهمية تاريخية وسياحية لرصيف السياح بمديرية التواهي محافظة عدن، أو ما كان يعرف سابقا إبان فترة الاحتلال البريطاني برصيف الأمير ويلز، حيث تم بناؤه تلبية للحركة المتزايدة على عدد من دول الكومنولث والمحميات البريطانية في المحيط الهندي، وكان يستخدم كرصيف خدمات يتم من خلاله نقل البحارة والمؤن وموقع لرسول يخوت سياحية. كان استقبل مجموعة من السائحين القادمين من مختلف المدن والعواصم سواء كانت العربية أو حتى العالمية. كانوا الأجانب عندما يأتون إلى العاصمة عدن عن طريق هذا المرسى يتم استقبال سفنهم، يتم الترحيب بهم، يأتون إلى هنا لمشاهدة المناظر أو يأتون إلى هنا مثلا لممارسة التجارة أو لأشياء معينة. رصيف السياح وبعد تحقيق الاستقلال بجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن في 30 نوفمبر، والذي ستحتفي بلادنا بعد أيام بالذكرى 53 لهذه المناسبة الوطنية، ظل محتفظاً بقيمته من خلال استقبال العديد من الأفواج السياحية والسفن التجارية القادمة من البحر. كما عملت الحكومات المتعاقبة بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 90 على الاهتمام به والاستفادة منه، وظهر ذلك لدى استضافة بلادنا خليج 20 أواخر العام 2010، حيث كان يستقبل 3200 شخص. أفواج سياحية كانت صار بواخر سياحية عظمى، منها أوروبا أكبر ناقلة كانت للسياح، كان يستقبلها يعني إلى فترة قريبة هو يستقبل يعني بحدود 3200 شخص استقبل، لكن هذا قبل الحرب. هذا المعلم السياحي والموقع الاستراتيجي الهام لم يسلم من الآثار التدميرية لاجتياح ميليشيات الحوثي مدينة عدن مطلع العام 2015، وتضرر بالقصف المتبادل، ومنذ 5 سنوات لم توليه الحكومات القدر المطلوب من الاهتمام كي يستعيد دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني والسياحة الداخلية والجذب السياحي بشكل عام. مراقبون وفي ظل الحديث عن إعلان الحكومة الجديدة يطالبونها بالاهتمام بالمواقع التجارية والسياحية في مدينة عدن بما فيها رصيف السياح، وتضافر الجهود مع محافظ المحافظة للنهوض بواقع ثغر اليمن الباسم لتستعيد مدينة عدن مكانتها التاريخية وأهميتها التجارية من خلال موقعها الاستراتيجي المطل على أهم خطوط الملاحة والتجارة العالمية. حذرت مواقع طقس عالمية من أمطار غزيرة قد تشهدها سقطرى وحضرموت وأبين، وأشارت تلك المواقع أن رياحا شديدة السرعة سترافق الحالة المدارية التي تتشكل حاليا جنوب جزيرة سقطرى، والتي قد ترتفع إلى منخفض عميق وربما عاصفة إعصارية غدا السبت. وتوقعت تلك المراكز أن تبدأ التأثيرات من اليوم الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وستكون سقطرى هدفا مباشرا مع وصول الحالة المدارية للجزيرة مع احتمال تأثر محافظات المهرة وحضرموت وأبين لهطول أمطار غزيرة. تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم عتبة 57 مليون، في وقت تشهد دول العالم تفشي موجة جديدة من الوباء ما أدى إلى العودة إلى الإغلاق. وذكرت أخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 57,343,000، فيما تجاوزت الوفيات 1,367,000، فيما تجاوز ما تم شفائهم من المرض 39,825,000 شخص. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل تليها فرنسا في صدارة الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس.
في بريطانيا أعلن باحثون أن لقاح فيروس كورونا التجريبي الخاص بشركة صناعة الأدوية أسترازينيكا يبدو أنه فعال مع كبار السن، ويحفز استجابة مناعية قوية لمن هم فوق سن 70، كما هو الحال لدى الشباب. ويضاف هذا الإعلان إلى الأخبار المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا الواعدة، حيث أظهر اثنان من اللقاحات المرشحة في الولايات المتحدة معدل فعالية نسبتها 95% من المرض المصحوب بأعراض. وتقوم أسترازينيكا التي طورت لقاحها مع باحثين في جامعة أكسفورد البريطانية باختبار لقاحها في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية حول العالم، وهي المرحلة الأخيرة قبل الحصول على الموافقة التنظيمية. من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها طلبا لتسجيل لقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي طوره مركز غاماليا الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية. وأكدت مندوبة المنظمة لدى روسيا أن منتجي اللقاح قدموا هذا الطلب إلى المنظمة، مشيرة إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي لقاح ضد الفيروس التاجي، موضحة أن الحديث يدور عن إجراءات اعتماد يجب على كافة اللقاحات أن تخضع لها في دولها أولا. وأصبح سبوتنيك في الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19. وتأمل السلطات الروسية في إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد قبل نهاية العام الجاري. واقتصاديا، دعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية بشكل فوري قبيل اجتماع للدول 27 الأعضاء عبر الفيديو في محاولة للخروج من الأزمة. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو، وهدفها تسهيل سياسات توسعية على صعيد الميزانية، لا سيما في دول منطقة اليورو حيث هامش الميزانية محدود. وقالت المسؤولة الفرنسية إن الاستجابة لازمة حتى الآن أظهرت كيف أن السياستين المتبعتين على صعيد النقد والميزانية يمكن أن تعزز بعضهما بعضا في الظروف الراهنة. النشرة انتهت، عودة للعناوين. ألغام الحوثي تواصل قتل اليمنيين، والميليشيات تدفع بالمزيد من أبناء تهامة إلى المحرقة. فيما العالم يحتفي بيوم الطفل العالمي، أطفال اليمن يصارعون من أجل البقاء ويتخذون من القش فصولا دراسية. انتشار مخيف للحميات في الحديدة، ومطالبات بتنفيذ حملات رش ضبابي وتوفير الأدوية للمشافي. في أمان الله.